السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي ده جميلة، بتحول الروم بتعمل فلور تحتيها. يعني أنا عندي هنا كذا روم، لو دخلنا في السري دي مش هتلاقي إن فيه أي فلور خالص. تمام، كام سيلكت مفيش فلور خالص. طيب هدخل هنا وأجي هنا من كاد ستوديو، بلاقي أدوات كتير جدا، اختار منها روم تو فلور. روم تو فلور، وبعد كده اعلم على الروم اللي انا عايز اتحول. ممكن اعلم سيلكت على كله مثلا ما عدا روم 5، وبعد كده اختار نوع الفلور، وممكن اعمل اوفست يعني اخليها اعلى من الليفل اللي هي موجوده عليه، لان هي كل روم بتبقى ليها بدايه وليها نهايه. وممكن تعمل سيلكت في روم فيو، وبعد كده اقول له كونفيرم، وبعد كده هدخل في 3 دي هلاقي كله اتعمل ما عدا الغرفه اللي انا ما عملتش عليها. هتلاقي حتى ان نوع الفلور دوت مختلف عن دوت، لان احنا اخترنا انواع مختلفة. فدي اداة من ضمن الادوات اللي بتسهل علينا في الشغل، موجودة في كاد ستوديو.